على لبنان بحيث للإنسان يرجع مع المجتمع المدني حتى نرجع نعطي الفصل الأول اللي بيستقبل على مطار لبنان الناس المختلفة دغري الأمن العام الكويت اللي من هناك بتبلش وجه لبنان فأنتوا عم بحكوا عن الأمن العام عليكم وعليكم أهلا وسهلا شكرا للمفنيين على أقصد الذكر الاتحاد الأوروبي الذي مول مشروع الفرنسية التي ساهم في تأمين الخبراء الفرنسيين وجمعية عبد الرحمن صاحبة 1948 أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعاون وقول الاختياري لهذه الاتفاقية على منع استعمال العنف أو الشدة أو خلال احتجاجه وأكد أنه لا سوى في جرم مشهود أم غير مشهود وقد خصص الأول اللي بيستقبل على مطار لبنان الناس المهندسين واحترامهم واهلا وسهلا. السيدة مريم مشايخ. أيها العسكريون، أيها الأخوة الكريم، شرفني حضرة في تنفيذ هذه الدورة.